كيف حالكم؟ السلام عليكم. مرحبا يا مرحبا يا باشا. كيف هو؟ سكيت سكيت هو كبير اليابانيين؟ والله أهلا وسهلا سيكو. طيب ممكن عزيز يا بابا بدنا مساحات. مساحة سيكو تشوماني سكوري. طيب بدي افتح لهم سكوري سكوري سيكو. لا لا انا بدي المساحات البرانيات يا عزيز يا با حبيبي. انا ما بدي هاي سيكو ميركو هيك كام بابا. انا كبير ياباني يا جواد. يا با انا شو بدي فيه كبير وصغير؟ انا جاي اناسبه. الله طول عمرك ان شاء الله. سيكو سيكو يا وقعت الواقعة هذه اليوم. يا بغير هذا انا ما سيكو 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 لا مش سيكو اوشكو هذا فلبيني فيلي سيكو ليزا سيكونو بوبو سيكونو بوبو سيكونو بوبو تكونو ماتيش بوبو سيكوري. والله طول عمرك ما دام تعرف عليهم ليش تتعبين؟ كون حكيت من اول. لا انا ما تعرفت، انا افتكرت تعرف ياباني. لا والله طول عمرك على العربي مضيع. لا سلام سيكونو بوبو تو سون بونو ستو بون تليبول تو سون تيبول سي بوشي جو سون بوشي سيكو. نو 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 سي نكوتو بو بوشو بوشو سيكو تشهريت اي سيكو تشهوتو. انت قلت لهم تبغي هاي رينج سيكو سيكو نو سو بونو كوتو. سو بونو كوتو سو بونو كوتو سو بونو كوتو سو بونو كوتو. مساحات خلفية ولا أمامية؟ لا أمامية. أمامية أمامية. ما عنديش خلفات. أنا عندي سو بونو كوتو كيتشي هو سيكو سيكو. نشتريهم من البلد من هنا. سيكو؟ لا لا خلاص لا سيكو ولا غير سيكو خلص. ولا سيكو ولا غير بيكو. انت عايز مساحات؟ ما دام انت بتعرف عربي وبتخليني ولك واقف بتعمل لي بتمثل. لا يعني هذا تمثيل يا اخي. الله طول عمرك. هذا اللي حاطك في المحل هم بتمثل انت على الناس هم. سيكو يا اخي روح سيب سيكو في حاله. سيكو؟ خرب بيت سيكو اللي جابك. سيكو يا حجي انت بتمثل؟ ما دام تعرف عربي انت بتمثل على الناس. تفضل يا استاذ تفضل. انا لو سمحت تفضل. سيكو تفضل سلم عليه سلم عليه. السلام عليكم ورحمه الله. قول عليكم السلام ورحمه الله. انت خليتني اعرف السلام. ضيعته مني. ليش ضيعته مني السلام؟ كل سنه وانت طيب. وانت كنت ضيفنا في رمضان وتلفزيون قطر وبرنامج الكاميرا الخفيه. وكل سنه وانت طيب. سيكو 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 سيكو.
كيف الحركة؟ أهلا. كل شيء بتاعك ولا بتعمل؟ ممكن توصلني غير؟ ها؟ توصلني غير العربية دي؟ وين سيارتك؟ أهي؟ هل بك ولا المستشفى؟ ما أنا شو مشكلة؟ أنا سلك. كنا بنصورك معانا في التلفزيون في برنامج كاميرا خفيه. هم اللي عملوها فيك بقى. الله يقويك يا هلا. الله يخليك يا هلا. والله بدنا شوي ريولي بس. شوفك لا في الشارع. ها؟ شيك في الشارع. ناطر السياره الله يسلمك. طلع على الباب هناك مو لازم. كرسي. كرسي من الذي؟ مساء الخير. كان معاك إيه؟ بص طب بص هقول لك انا في ايه؟ كان معاك برنامج تلفزيون كاميرا خفائية. حياك. طب عملوها فيك الصدوق؟ اشوف ما في خلاص. حياك. يلا شكرا. يلا في امان الله. لنا هذه الكرسي طالع. هلا بتاع عندنا يا طالع. أهلا وسهلا عليكم السلام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يخليك. الكرسي هذه نجوها. ليش يا أخ؟ ليش؟ هذه نجوها المستشفى. وأنت رايح من رايح البيت؟ لا أنا. ها؟ الكرسي تبعكم؟ مساء الخير. كان معك برنامج تلفزيون كاميرا خفية. Sorry, huh? You know, we do it candy camera. What? Sorry, huh? سندوت؟ ايه سكر وجبت لي سكر. ضغط وجبت لي ضغط. ايه تاني؟ عايزه فستان كمان؟ اهو اهو الفستان اهو. يلا. المحل دوت. طب انا جبت يا فندم؟ شويه تعالى. حضرتك اتفضلي كلميني هنا. على ايه؟ على الفستان اللي
يعني هديك لما تاخد منه قطعته قطعته ايه يعني فيها ايه؟ مش شايفاها؟ كل ما اخش محل عايزه لي هدوم وبنطلونات، ايه الحكايه يعني؟ مصري اه. اسمع احنا شباب مصري يعني. طب يعني اعمل ايه يعني دلوقتي؟ دي انسانه عجيبه جدا. اه لا انا غير مسؤول عن المساله دي. استنى حضرتك شوف افندي قطع الفستان ومشي. طب شوفها كده احسن. مش عارف والله الظهر كويسه الاطباق دي؟ نعم. الاطباق دي كويسه ولا بتتكسر على طول؟ لا ما بتتكسر. طب شوفوا كده لا مش معقول ما تتكسر. شنو دي؟ اذا تبي تكسر يعني كل شيء يعني حديده متكسر، لكن هذا اذا تي من يدك ما تكسر. تعال شوف شوف هنا في الظهر النور. تعال شوف شوفوا كده. اعمله برجلك كده. ايه شيخ معلم اتكسر؟ لا انكسر. انكسر لا. طب شوف النوع الثاني كده. شوف شوف جربي واحده مدام. جربي واحده. جربي واحده. شوف النوع الثاني. جربي جربي واحده. شوف النوع الثاني كده بيتكسر؟ مش هجربي. بيتكسر. لا يتكسر. احنا عايزين نوع ما بيتكسر. حديد يتكسر. لا يا اخي شنو البلاستيك؟ ملامين. ملامين ما بيتكسرش الملامين. لا معقول. كل تكسر ما يصير ما تكسر. لا شو؟ حديد الطه ما تكسر. لا تكسر. حتى الحديد حديد هذا شريه أو سنة. معقول يعني هذا؟ ليش حديد تكسر؟ شو رأيك؟ لا بيتكسر. ما فيش نوع تاني كويس؟ لا. هذا زين؟ أنا أقول له أنا أبي نمرة واحد، ليش أنت يسوى الشكل؟ هذه كبيرة، هذه ما يكسر. هاي ما يكسر. هاي ما يكسر. أنا أقول أنا أبي نمرة واحد أنا. خلي 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 ما شلون كذي؟ هاي خربان هذا. شلون كذي؟ هاي خربان هذا. شلون كذي؟ ها؟ أنا أقول أنا أبي نمرة واحد. أنت ما يعطي نمرة واحد. أنت ما يقول هذا نمرة واحد؟ انت يقول هذا نمره واحد. نمره واحد ما قلت ارز مال كسر مال ناس. شدي انت مجنون؟ انت رجال انت مال ناس. ليش هذا مجنون؟ انت مال ناس. عطني فرنساوي عطني فرنساوي. ليش استلم؟ قلت له ما حطيتك وضربت اضرب. ايش جرب جرب جرب. انا ليش يصير عوي يصير عوي ما ينكسر؟ احنا نبغى شيء ما ينكسر. عايزين شيء ما ينكسر. ما في شيء ما ينكسر على سيدنا. هاي لازم تصير عوي. هاي انت حطيتي كذي. لا خلاص خلاص خلاص. الحمد لله مش يا واحد هندي عشان. يا اخي انكسر يا اخي. احنا سالنا قبل. انا شوف هذا مثلا هذا شوف. شوف. بكسر. شوف. بكسروا يعني احنا سالناه قبل ما ناخد كاتب عليه ضد الكسر. ايوه. انتوا كاتب عليه. احنا شفناها الورق. مش معقول يا اخي. يلا يلا ما كل دوت بتكسر ما فيش حاجة كويسة. مش يلا هنمشي نشوف محل تاني. نروح محل انت في مسؤول. لا 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 ما تكسر. لا انت في مسؤول. مال 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 ما تكسر. ما تكسر. مال 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 ليش انت تعطي شيء مو بزين انت؟ انت ليش يبيع انت سمان مو بزين؟ لا سيدي ما لازم يكسر. انا ابي شيء مضبوط انت ليش تسوي هالشكل؟ لا 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 مال لازم ارز من الكسر ما قلت مال لازم. انت قول نمره واحد هذا كلش نفر يقولها وانت تقول نمره واحد. انا قلت مال زين نبل كذي بالارض خو يضرب. انا ايش يسوي انا؟ ما انا لازم يضرب ما في باتشا صغير عندي يضرب هذا في الارض. انا ايش يسوي انا؟ وبعدين شوف هذا شوف هذا هذا يكسر. بص هذا الشكل هذا بشوف هذا الكبير هذا يسوي يكسر. انا ايش يسوي هذا يكسر؟ انا ايش يسوي؟ بيكسر. شوفوا كده بيكسر. لا 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 مش هذا لازم يكسر. طب شوف شوف هذا انكسر. هاي ما يتكسر. هاي لا 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 كسر. ما فيش ما بيكسرش. تعال اضرب 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 انت اضرب اضرب انت اضرب انت تعال اضرب انت دي اضرب انت دي. هذا ما في نمره واحد هذا.
هذا يقول انت نمره واحد، انا في عبيط انا تتكسر؟ تالي ما تتكسرش دي. لا ولا هذه معقوله كله بتكسر. كاتب عليه ضد الكسر. طب شوف ده. لا طب شوف ده. انا ما اقول لك هذه ضد الكسر. كاتب كده. طب شوف ده كده، شوف ده مكتوب عليه، مكتوب عليه ضد الكسر. آه بس شو؟ لما ترميه على هذا يمكن شيء يتكسر وشيء ما يتكسر. لا بتهيألي ده ما بيتكسرش، ده كويس ده وترميناه. جربي جربي. والله ولا بس بس سيبي سيبي الباقي خلينا نروح. لا بس خلاص بيتكسر. هذا تقول هذا نمره واحد، هذا في نمره واحد، في نمره واحد. لا تجيب المال ناس كسر كل ليش انت تسوي هالشيء؟ انت تقول نمره واحد. كان دس كاميرا كاميرا الخفيه. نعم. كان دس كاميرا كان دس كاميرا كم تي في كتر تي في بليز. ايه. الكاميرا الخفيه. اوكي كان في فلوس يعطي الحين. فلوس كاميرا فلوس كاميرا كان دس كاميرا. لا انا ما اقول لك هذه ما ينكسر. نرحب بك في تلفزيون قطر تبع برنامج الكاميرا الخفيه. احنا اسفين على الاطباق اللي كسرت. هذا في معاك تلفزيون قطر برنامج الكاميرا الخفيه. She's crazy. It's not crazy, that's a candy camera. تعال بس. حياك يا بحياك. حياك تعال تعال. كم معك كاميرا تلفزيون برنامج الكاميرا الخفية؟ ايوه. ها هذا يبا الله يسلمك برنامج حق رمضان. لا الشنطة عينك انا حسرة اشوف مين فيه انا مسؤول في انا عايز اسال حضرتك سؤال. بدي اشوف البوليس والله لو سمحت. ممكن سؤال ممكن سؤال بدي اشوف. خلاص بالاقناع بالاقناع ممكن سؤال بعد اذن حضرتك. بديش اسال لو مراتك نفيسة شو؟ وبنتك أماني وأيضا أماني. أماني زعلانة والله إنك أنت زعلانة كتير كتير. بتقول بنفسي أشوف بابا نفس حتى الصورة اللي أنت كنت مصورها من غير ألوان. بتقول يا ريت الصورة دي كانت بالألوان. اللي جيت لحالي هلا أنا ناوي أجي أنا والعيلة. كان خرب بيتنا هذا. خرب بيتنا. اسمعني يا استاذ محمد. انا مش محمد انا القيسومي يا حبيبي. We'll be right back.
لها.